الأسبوع الأول هذه السوق على مستوى أم البواقي نتكلم من حيث الوفرة ومن حيث الأسعار اختير من بين 25 سوق كأحسن سوق الأسبوع الأول من حيث الأسعار، لأنه الحمد لله يا ربي لما نشوف الكراس ب 50 دينار جزائري تقريبا اللي هو سعر الخروج من المصنع بفارق 2 دينار جزائري فقط، لما نصيب باقي الأدوات الأخرى بأسعار بهوامش جد رمزية إن لم أقل بسعر المصنع ولا سعر الجملة، لما نشوفوا خاصة الشيء المميز هنا في السوق تاع أم البواقي المحفظة اللي أنا نقول مقارنة بالعام الماضي تقريبا من 500 دينار جزائري الى حتى 1500 دينار جزائري منخفض ما شاء الله، لما نشوف محافظ بجوده تتباع ب 1500 دينار جزائري.